ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.